تمام من ناحيه بوسكيتس، بوسكيتس ميسي، ليو ميسي لإنييستا، إنييستا، إنييستا، أرضيه الهدف، جول! إنييستا تشافي والهدف الأول لبارسا الدقيقة العاشرة. اللعبة الثلاثية الممتازة بين ميسي وإنييستا وتشافي، تقعدون في أماكنكم وتبقون في أماكنكم متى ما شئتم. البارسا يصل إلى مرماكم، هكذا هي القاعدة في لعبة كرة القدم عند البرشلونيين، حتى لا أقول الكاتالونيين، لأن اليوم في مواجهة فريق الإسبانيول. التمريرة من ميسي ناحية تشافي، ناحية إنييستا، إنييستا يحطها على طبق ناحية تشافي، مفتتحا مجال التسجيل لصالح فريق برشلونة. بعد 10 دقائق لعب، البارسا هدف، الإسبانيول صفر. شوف الكرة من جد من دانيال فيش على الجهة اليمنى، مباشرة لبوسكيت، بوسكيت لميسي، ميسي مباشرة لإنييستا، إنييستا حطها على طبق لتشافي والهدف الأول بكل سهولة اللازمة، الهدف الخامس بالنسبة لتشافي مع فريق برشلونة هذا الموسم، يلتحق بإنييستا. 5 أهداف سجلها تشافي مع فريق برشلونة منذ بداية الموسم. كل اللاعبين، ميسي عنده الكرة يلعبها من هناك ناحية فابريغاس، كرة صعبة، رجعوا عناصر فريق الإسبانيول رغم عودتهم، ولكن الخطر قائم. فابريغاس، جول 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 جول، أول أهداف ميسي في العام الجديد، أول أهداف ميسي في العام الجديد، الهدف الأول في سنة 2013، الهدف رقم 27 لليو ميسي. بعد التوغل من فابريغاس من هناك على الجهة اليسرى، يتمكن ليو بالمنظر الجميل، يتمكن ليو من تسجيل الهدف الثاني لصالح برشلونة بعد ربع ساعة لعب. الثمن أو الضريبة ستكون غالية اليوم على الإسبانيول. لا لا، ليس ميسي ولكن بيدرو، اعتقد بانه ميسي هو، كنت اعتقد بان ميسي هو اللي ضربها. شوف الاعاده مره ثانيه، كثره الارجل واللاعبين رغم كثرتهم، التوغل من فابريغاس، التوزيع لمن؟ لانه كان قريب ميسي من الكره هذه، وبيدرو في نهايه المطاف هو اللي سجل. لا، ضربت فيه فعلا، ميسي هو اللي ضربها، ضربت في رجل بيدرو، الهدف يحتسب لبيدرو، نعم، لانه ميسي هو اللي ضربها، نعم، ضربها اليوم ميسي، ضربت في رجل بيدرو ودخلت، الهدف الاول الثاني لفريق برشلونه. كم يحميوا لاعبين من حجم ليونيل ميسي، ونشوفوا كيف ان الجماهير تجو. با 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 با، ممتازه، با با، جول، جول 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 جول، يا لها من تمريره، دعوني اقول تمريره تمريره تمريره، يا لها من تمريره وليس الجول. قبل الهدف كانت التمريره من اروع ما يكون، ولكن من من بوسكيتس هذا الفنان، تمريرة من أروع ما يكون، ممتعة أكثر من الهدف الذي سجله بيدرو. با 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 با، متعودين أننا نتجاوب مع المراوغات والمهارات والأهداف، ولكن أدعوكم لكي تتجاوبوا وتعيدوا مشاهدة هذه التمريرة. شوف 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 شوف، يا لها من تمريرة من بوسكيتس، با 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 با، من أروع ما يكون بالمليمتر، حطها لك، ضع رجلك فقط يا بيدرو تسجل. لا 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 لا، من اروع ما يكون هذه التمريره من بوسكيتس، يسجل بيدرو او يضع رجله فقط بيدرو ويسجل الهدف الثالث للبارسا. 3 اهداف في ظرف 26 دقيقه لعب، تمريرته في سنه 2013 في الدقيقه 29 امام الحارس كاسيا، ميسي، بروعه كعدته، ليو 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 يسجل اول هدفه في هذه السنه. فرحة كبيرة لأنه الهدف سجله ليو، الفرحة كبيرة لأنه يدشن به، يفتح به العداد يعني لسنة 2013. منتظر ليونيل ميسي أن يقود البارسا هذا العام للتتويج بلقب الدوري ولقب دوري الأبطال ولقب كأس إسبانيا، ومنتظر مثل ما بعث في رسالته بمناسبة العام الجديد بأن يؤهل الأرجنتين إلى مونديال 2014، وهذا الأمر يعني غير مستبعد تماما ومضمون بنسبة كبيرة، ولكن الأرجنتينيون يا ميسي يأملون منك، إذا كنت تريد أن تكون مثل الظاهرة مارادونا يجب أن تفوز مع الأرجنتين بكأس العالم حتى لا ينقصك شيئا، لأنك الآن لا ينقصك سوى التتويج.